الاول اخد رايك كده في الماتش قبل ما ندخل ونرجع بالذاكره لورا. الاهلي النهارده ممكن ما يكونش في احسن احواله فنيا، لكن ده لظروف. تمام. الظروف هنا الناس متخوفه بعض الشيء، انه الاصابات والحاجات دي من الظروف اللي ممكن تتكرر. تمام. كل فتره انت معرض ان يحصل لك اصابه واصابتين وثلاثه، وفي وقت من الاوقات كان الاهلي عنده اكتر من 15 لعيب مصاب. اوكي. هل النهارده ظهور الاهلي فنيا يقلق، ولا طبيعي في وسط انك تبقى بتلعب دوري وبتلعب كاس وبتلعب افريقيا، عندك اصابات وعندك ايقافات وعندك تغييرات وعندك اجهاد وعندك كل الحاجات دي، فطبيعي والمهم انك تكسب وانت مش في حالتك الفنيه، وهو ده اللي نقدر نتكلم عليه. طيب بدايه اكيد كلامك مظبوط، الاهلي مش يعني من اصل اقل مبارياته فنيه دي من مع وجهه نظر مع فايل. صح. تمام. الاصابات فارق كبير جدا. عندك الراجل اساسا قبل الماتش كان داخل بفكر تدويري، عارف ان الفرقه دي على قدها، مريح قفشه، مريح الشحات، حتى مرضيش يعني يغامر في التشكيل، لعب بازارو من الاول، ولعب اجاي على الطرف. بعد ربع ساعه لما يحصل لك تغييرين منهم اصابه قويه بتاعت سعد سمير، ربنا يشفيه يعني ان شاء الله يوم السلام، بيقولوا بكره في اشاعه واحتمال لا قدر الله يبقى قطع في وتر الاكيلس، يعني والله احتمال، ولكن يعني وكله بيقول انه التواء، ولكن في اشاعه بكره. انا اللي عرفته ان هو التواء، يعني حاجه بسيطه يعني. لا مش قوي والله. والله. المهم ربنا يشفيه ويعافيه، وبعديه على طول اجاييه يطلع بالخلفيه او السمانه، انا مش متاكد بالظبط، في ربع ساعه واثنين لعيب. المفترض انت جايب جون في الدقيقه 8 وكنت ماشي اول ربع ساعه الريتم كويس جدا. صح. جدا. فلما دخل في لما غيرت اثنين لعيبه الريتم اتغير طبيعي. طبعا طبيعي. طبيعي اللي نازل من بره، حتى الشحات اول ثلاث باصات او اول اربع باصات لسه مش في مود الماتش يعني. مش مظبوطين يعني. خالص. صح. الشيخ لو كان مركز في الجيم الاول كان ممكن يحرز هدف في اول ست سبع دقائق ويخلص لنا المشكله، ومع هدف وليد كانت خلي بالك الهدف اللي في اول سلاح ذو حدين على طول. يا يهملك او يعني. أيوة. بالظبط. يا يركبك يا يحسسك ان الماتش بتاعك خلاص بتاعي فانا تمام. تمام. اعتقد انه النهارده حسسنا ان الماتش سهل، لانه اصلا اللعيبه عارفه من الاول انه الفرقه دي اقل فرقه في المجموعه. بالظبط. فهو انا نازل عارف ان انا هكسب يعني. بالظبط. انا ده انا معاك فيه تماما. خلي بالك نتيجه الهلال والنجم اثرت على اللعيبه، لانهم كانوا عارفينها قبل المباراه. طبعا. فبعد نص ساعه يمكن اول هجمه خطيره لفرقه بلاتينم وقدر الشناوي ان يتصدى ليها. من الوقت ده حسيت ان الفرقه في تفكك، خايفين حد يتصاب تاني. خلي بالك ساعات كتير كده طبعا بيبقى في ايام في الكوره بتبقى وحشه، اللعيبه في الملعب بتحس يقول لك النهارده يوم، خلي بالك انت ممكن تتعور النهارده. تمام. فعايز يلعب باقل السهل خطوره ممكن، مش عايز يعني كسبنا نكسب الماتش باقل مجهود ممكن. صح. اعتقد ان بين الشوطين خدوا دوش ساعه شويه، لان في اول ثلث ساعه او اول 25 دقيقه من الشوط الثاني اعتقد ان احنا كنا كويسين، احرزنا هدف من ضربه جزاء وضيعنا. خلي بالك انت لو بتتكلم برضو للامانه ازارو مضيع واحده والشبكه فاضيه، الشيخ مضيع في الشوط الاولاني، الشحات كورتين اعتقد انه لو الشحات طبيعي هيحطهم، ولكن النهارده كان في يعني اعتقد انه كان غايب شويه عن مستواه. في المجمل العام لعيبه النادي الاهلي النهارده عارف لما خدوا من الماتش اللي هم عايزينه. فاهم. انا بلعب على اقل مجهود وبكسب، لان انا عندي كتير حاجات جايه كمان، فانا بالزبط. مش عايز ان انا برضو يعني انا داخل على ماتش دوري خاصه طبعًا. وبعدين هطلع اسافر تاني زيمبابوي عشان العب ماتش العوده، وبعدين عندي ماتشات كتيره، وعندي في اخر الشهر سوري في يوم اخر الشهر 28 او 27 عندي ماتش اهم بتاع النجم الساحلي، فانت لازم توفر. ناهيك بقى ان كميه الاصابات مش معقوله. انت عندك الفرقه دي من شهر ونص كان مين اللي بيمثلها؟ كان قدام مثلا رمضان صبحي ربنا يشفيه، حسين الناحيه الثانيه، حمدي فتحي، الاصابات كتير والريت بتاع الاصابات عالي.